مرحبا من جديد. اليوم راح نعمل مهمة أساسية بمسار الحرب الأهلية. إذا بحال بدك تنضم للإمبراطورية، هاي أول مهمة بدك تعملها. عندك الحصن هذا، بعد ما حاربنا بالحلقة الماضية مجموعة من مصاصي الدماء قطاع طرق، عندنا هون حصن كبير بدنا نحاول انه نطهره. في واحد فوق عم بتحفز لإلي، فأنا راح أعمل شغلة هون. أكشولي راح نعمل هاي، وهذا هو فورت هراكستاد، علمولي إياه أخيرا على الخريطة، اللي انا مفروض اني اجي وانطفو من قطاع الطرق. معاي ويفترض انه انا ابلش هلا استعمل كل هالمحاليل هاي. ليه يا زيح على طريق؟ سيحة عن طريقي عم نضربك بالغلط قاعدين. هدول شو عاوزين؟ weakness to fire. لا ضربته بالغلط، فضيت شحنته انا هيك. weakness to fire. give up while you still can. Go ahead, try and fight back. ايوه. اوه بس مين بعد فيه؟ من وين هذا؟ بضرب علي من فوق. وين؟ انا مش شايف. خلصنا. واو اشتغلت منيح عليهم. طيب شو الوضع هون؟ انا بعد اللي عملته لليديا وضعي بالجرائم ما يزال معتدل. طيب هذا حصن فوق. ليديا شفتي حدا هون ولا خلصناه؟ اوه ايوه ايوه وخلينا هون نقول له weakness to fire. ايوه 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 اوه 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 اللي بعده مين بعد في عم بضرب عليه من فوق؟ you call yourself a lord. راح افرجيكي هلا. فوق. تمام. اول شغله راح اعملها راح weakness to magic. وتعال افرجيك. Skyrim belongs to the north. ايوه ونعطيك كمان. شو نعطيك؟ لا اختار شو عاوز. درين ستامينا باي 30 بوينتس. اوه ما لحقش.
ما لحقش، عم بفضي كل الاشياء اللي عندي اياها عليهم. الشمس طلعت، ايش الساعة هلا؟ 6، تطلع من هناك الشمس بعتقد. هذا الشمال والبحر، هناك الشرق، تطلع الشمس من هناك. طيب ليديا تحت عم بتراقب الوضع. هذا شو في معه؟ ما معونش اشياء كثير. طيب احنا هلا لكان نظفنا يمكن المنطقة الخارجية من الحصن. شو بحطوا بالصناديق هاي؟ تفاح؟ تفاح، خلي لكم اياه التفاح. استولي انا على كل الاشياء هاي. ايرون، اسهم حديديه، ليديا شو الوضع عندك؟ وهاي وقعناها من فوق هاي. خلاص دورنا فيها. شو في عندنا بعد؟ في برا قتلنا مجموعة من الأشخاص. راح أروح أتفقدهم كمان. ولا هدول تفقدتهم أنا؟ المفروض لما امشي عليه هذا يطبع اثار اقدامي. انا هدول تفقدتهم ولا ما تفقدتهم؟ قطاع الطرق شكلي ما تفقدتونش. وهذا ايش؟ اورك. انت شو اللي جابك مع هالجماعة هاي؟ تحولت إلى مجرم. طيب تعالي دي تعي. الظاهر لسه الجزء الأصعب ما يزال ينتظر بالداخل. وهذا إيش؟ ريد جارد. كمان مجموعة من المجرمين. وهذا هون. هذا الغريب، على افتراض يعني، على افتراض انه هناك المزيد من قطاع الطرق بالداخل، معقول يعني جوا ما سمعوا الهرج والمرج اللي عم بيصير برا؟ ايوه احاول اني ادخل من فوق. اذا في فوق باب احاول اني ادخل منه مش من الباب التحتاني. فيش باب من هون. فيش باب. طيب تعالي لي، راح افوت من جوا من تحت. كم باب في عنا؟ في عنا باب من هناك، في عنا باب من هون.
راح أبلش بهذا أنا. إنه راح يضبه هيك هيك حيضبه. طيب. ليه يا أضربي؟ خجيت شو عم تعمل؟ واو على السريع. Time to end this little game. أيوة أيوة أيوة. أوه أيوة. أنا وليدي عليك ذبحناك. طيب. انزل لنشوف شو في هون. ما في شيء. طيب. هذا ساحب معنا. أتفقد المكان هيك بسرعة على السريع. هذا الظاهر كان هوني. بقول لك إنه هاي يعني القلاع بنوها القدماء من زمان. وهلا الجيش بحاجة إنه يحط إيده عليها. طعام و هاي أنا بدي أفتحها قبل ما أسلم الجيش الحصن. أنا بدي أتولى أمره. إذا في غنائم بتاخدها. هاي بناخدها. طيب هاي كان الجزء الأول وعلى الأرجح الجزء الأسهل. بس بعد ما دام ما قاليش mission completed ولا accomplished يعني لسه بعد في شي ناطرنا جوا. هاي كلها أشياء ما كتير بتعنيني أنا. هاي فلوس غنائم. أوه ليك شو مخبين هوني. The Wolf Queen. The Wolf Queen اللي كان اللي اسمه في قالوا لي واحدة اسمها بوتيما. نعم عم يحكوا عن بوتيما. وهاي بوتيما اللي رايحين هلا على الكهف تبعها بعد الحصن هذا. ما راح هلا اراه شكله كثير طويل الكتاب. هذه بوتيما لها قصة. راح اخذ اول شيء هذول. ذا وولف كوين فوليوم 7. شو يعني فوليوم 7؟ يعني مش عارف. خلي ما راح اخذه. بس هاي بوتيما كانت احدى الساحرات. اطلع. وكان عند الكهف هناك الظهر بمارسوا شعوذاتهم. طيب بعد في عنا هون مكان. شو عم تطلع؟ تعال نشوف هذا المكان الأخير يمكن. هذا المكان.
ايوه اطلع انت عليه واطلع عليه. وعلى السريع بنيجي بنقول له هون بويزون دامج ويكر تو بويزون. زلمه مش عم بلحق اضربهم، مش عم بلحق اضربهم الا وهن عم بيموتوا. فروست دامج. No, Lydia. Lydia, شو عم تعملي؟ كنت حاطط عليه هذا أنا. حط عليك سلو. واو ما عنديش ستامينا، ما عندي ستامينا. بوشن اوف ماينر. اوه نيجي على هذا شكله قوي لان هلا عم بشتغل معاه. ايوه وعليك كمان. اوه ويت ا مينيت، عم بضرب لي قاعد صحتي بشكل قوي كثير. هدول قوايا يعني ممكن بضربه وحده، بضربه وحده بطيروني. ضربه وحده بطيروني هدول. هلس ريجنريت، لا هاي ريجنريت بخاف اشربها بتعمل لي قصه. بلنتيفول هيلينج. وراح اخذها. فيني ها اول شيء بالون هاند تبعي. شو بتعمل؟ لا هاي شو بتعمل؟ فيني اخذها هاي ستاندينج باور اتاكس. اوه انا فيني اخذها هذه. ها شو بتعمل؟ 100 power attack while sprinting. هذا بقطع له راسه. واو يس اكيد 25 بونص. واو من اول. ليديا ضبط السيف تبعها. واو هذاك اللي كنت عم بتحارب معه وينه هذا؟ باندت شيف. واو طلع شو لابس. وات وات. واو واو معاهم بلاوي هذولي. كلها غنايم راح اخذها. بس هذولي مش كتير قيمتهم يعني. وهاي شو وحده كمان مش واحد. تبا. هذا ايش؟ منيح بعد فيني اركض. لا
هذه كلها هون غنائم عندهم اياها. واو، قبل ما الجيش يحط ايده عليها انا باخذها. انلوك، تعال نشوف. هذا له مفتاح، لحظه يمكن هذا يكون له مفتاح. انا بفضل اني اول شيء ادور بالجثث هدول العالم اللي ماتوا. انا بعتقد دورت فيهم كلهم. لا الظاهر مش كلهم دورت فيهم. طيب لكن احنا هون خلصنا. دورفن سورد، السيف اللي حمليته ليفيا ما بعرف قد ايه قوته. انت قد ايه سيفك اللي حمليته؟ I'm right behind you. How can I serve you, my thane? خلصنا المكان هذا، انت حامل سيف قوته 38. يعني السيف اللي حاطيك اياه ما كثير بالنسبة لك. بس راح احملك. هذا حتلبسيه مش راح اعطيك اياه. ايوه هي عجبها هذا. طيب تعي. You lead, I'll follow. شانس سبولي. طيب تعال نطلع فوق على الغرفة، غرفة الجماعة. نخلص عليها قبل ما نطلع ونروح على الكهف نشوف شو قصة السحر اللي عم بيصير فيه. اها هذا خلصنا هون. الفين هذا شكله مهم. اترك لهم انا الاكل والكتب. ايدرا اند ايدرا. لا التالوس مستيك. معقول في كتابين ايدرا اند ايدرا لبعض؟ في خارطة سكايرم. ارشري هات. لك ملا سيف. اوكي. نقود. انا بس باخذ التوم. لأنه التوم له فوائد ممكن نستعمله بالكيمياء. بس باقي الأطعمة الأخرى ما بتعمل شيء. وهون شو في بعد؟ في شي صناديق. طيب هيك خلصنا المكان. هدول كيف هيك حاطينهم؟ اها طيب خلصنا المكان وطلب مني او قال لي اني ارجع لعند الجنرال ريكا اللي اعطتني هالمهمة هاي. وهيك طهرنا هالحصن هذا ورجعناه للامبراطورية. المهمة الثانية اللي بدي اعملها وهي قريبة على المكان هذا، نروح نشوف الكهف تبع الملكة بوتيما. هاي بوتيما
أنا متذكر قريت شي عنها بالزمانات. على الشمال وولف سكار كيف، مش كتير بعيد، فراح نروح مشي على الأقدام، والطقس منيح كمان. أنا هون فايت مظبوط بهالطريقة هاي، هات لنحطه عنا بال، نختار هاي ونشوف كيف فيني أوصل له. عم بوديني من هون قاعد، بس هي الطريق أصلا. هذا ايش؟ كويك سيلفر اور ماين. اها وات، ايوه نفسي افهم ليش بينفجروا. اوكي، انا السيف اللي ماخده هو فيه الخاصيه هاي، A chance to cause a fire explosion. ايوه هذا السيف المريديا اللي عم بيشتغل. ايوه سيف مريدي العجيب هو اللي عم بفجرهم. طيب انا هون راح انطر ليديا لتوصل. وصلتي؟ تعال نشوف. ليك كيف كهف مخبى يعني بين الشجر. وولف سكال كيف، كهف جمجمة الذئب، هذا هو اسمه. أيوة هات لنشوف بالضبط شو قصة الكهف هذا، فيه مجموعة من السحرة، وطبعا أنا راح أدخل وراح أأمن على حالي، المهم يكون في عندي حماية وأنا داخل. ماني فايت على المكان هذا من قبل. وعم بتسلل شوي شوي، بس لا هون في عندي طريقين. انا شايف في عندي طريق من هون، ولا هاي هي ذاتها؟ هي ذاتها هاي. اوكي نقزتني، هذا اجى هيك دبر قدامي. بعدنا فايتين لهلا. واو انا هذا راح اخده، بيساعدني انقب عن بعض المعادن. اطلع اطلع قدامي. ايوه في اشي قدام، اطلع. ايوه اشتغل عليهم. واو ولو ايوه دبل كيك. هلا اذا بس دروجرز اذا القصة فيها بس دروجر انا ما عندي مشكلة مع الدروجرز، بس ما بعتقد هيك كهف او يقتصر فقط على الدروجرز. لما يكون عندك طريقين، واحد عالي وواحد واطي، اطلع دايما على العالي، بس العالي مش رايح مكان.
عندي هون طريقة. في عندي تحت ناس حاعطيكوا أحلى هدية. نكرومانسرز هذولي. طب لحظة ثواني شوي، ما دام القصة فيها نكرومانسر. واو واو واو. طيب هذول الجماعة شو نعمل معهم؟ كروسبو. بعد الكروسبو ما كتير بعرف استعمله أنا. ادخل ليش بعض بيقول لي رستي اروز الفن. خليك برضك ما تتحركش. شو صار له هذا؟ هذا عم تضربيني بال لحظة شوي، هذا شغالة معي، أنا رح أفرجيك الصرخة تبعتي. ليه يا انزليلون؟ واو ما تأثروا. أوه هذول الجماعة نيكرومانسرز يعني بيشتغلوا بالسحر. ليديا وينك؟ ليديا انت من فوق عم تشتغلي عليهم؟ عليهم عليهم. اوه هدول بيشتغلوا بالبرد. ليديا انزل ليه بعدك فوق؟ حط واحد تاني كمان. اطلع. علقة توني. ايوه. هذا ايش دروجر؟ دروجر سكورتش كمان. ثواني هذا عاوز له بهاي. اوه سامع صوته. انا بوضع لا يحسد عليه هون، يستحسن اني اهرب. يستحسن اني اهرب من هالمكان. لانه مش عارف ليديا بعدها فوق. أنا على كل حال ليديا يعني حملتها
بعد يعني سنيكينج. اوكي انزل عليهم. لو ليديا بتنزل بتساعدني، ليديا واحدة فوق. ليديا هي غلط من فوق. على كل حال بينما هذاك تبعي قاعد عم بشتغل عليهم، انا راح ادور هون بركي فيني الاقي فروست اتروناش. اوكي مدام في تحت معركة عم بتصير خليهم يتعاركوا مع بعض. انا مش عارف مين اللي عم بتعارك مع مين هلا. يا اما الفاير اترونش تبعي وقفه. طيب هات لنطلع، اطلع. المعركة بعدها مستمرة. ليديا أخيرا وصلتي، تعي تعي انزلي معي. وين نزلتي؟ كيف بدي انزلها هاي؟ ليديا وين راحت؟ ليديا نطت النطة العجيبة هاي. بعدها عايشة ليديا؟ ليديا بعدك عايش، خوفتيني. لا شو عم بعمل انا؟ اخاف شيء بدي شيء. طيب احنا هلا هون نزلنا على هالمكان هذا، وانا مش عارف هون ليديا مين قتلك بالضبط. ليديا خليك جنبي. واضح الاخطار اللي بالكهف هذا. وانا كنت عاوز اني اطلع لفوق، انه بعدنا في اشياء ما خلصناهاش فوق، بس واضح انه هالكهف هذا كهف لسه بعده طويل ونازل باعماق الارض. اوه بعد في كمان روينز تحت. يعني هلا قبل ما انزل انا على الروينز ما فيني ارجع اطلع لفوق؟ ما فيني. تعال نستكشف الروينز. لسه بعض القصة طويلة تحت. واو شو هذا؟ شو هالمكان؟ وا
Wolf Queen, hear our call and awaken. We summon Potema. We summon Potema. Long have you slept the dreamless sleep of death, Potema. No longer. Hear us, Wolf Queen. We summon you. We summon Potema. إذا بوتيما هي الولف كوين هون عم بحضروا روحها قاعدين عملية تحضير أرواح واستدعاء بوتيما من جديد عم بصير في شعوذة كتير كبيرة بهالمكان هذا وهلا شو بنزلنا لهون كيف بده ينزل الواحد لتحت أنا شايف إشي تحت. أوكي. أهلا وسهلا. حنضرب عليك. حنجرب هاي. واحدة فوق اها حسوا هني انه في اشي بس مش عارفين شو هو هالشي اللي عم بسمعوه فيني انزل من هون انا اصلا ما عندي اي فكرة النازلة من وين وانا في عندي بعته هذاك تبع الضوء تسرعت وبعته كان فيني استعمله شو بنعمل هلا اهلا انتو تحت طيب اطلع لفوق او ذات اس ليش مش منتبهين لي ايوه لاحظوا ما في عندي علامة الزائد بنص الشاشة يعني أنا بدي أعتمد على نفسي تقريبا أحاول إني أوجه منيح اللي عم بستعمل قاعد أسهم أنت وين منك حاملة معك شي ليديا عشان تشتغلي معي؟ طيب سنيكينج فيني هذا اصيبه من هون كثير بعيد ايوه خليك انت تحت واو خليك برضك خليك بأرضك أيوة ليش واو ليه عم بيعمل لي أنيميشن كاملة وإنه صابه بس مش عم بصيبه
طيب تمام، هذول انصابوا. المشكلة انه مش عارف كيف انزل لتحت مشان، وهون ما فيش طريق سرية او اشي لحتى اني انزل منه. هذا بطلع لبرا. اوكي، مش متأكد اذا ليليا فيها تنط وراي. مشكلة إذا ليليا ما فيهاش تلحقني بهيك بهالمكان هذا. أكشوال ليش؟ فيني ولا تعالي. بس خليني أول شيء أنزل لتحت. هذول كلهم عليهم، مش شايفني يعني هذا. خليك معقول مع اوه في اثنين. ولو راح افوت عليك هاي الفورس هورن ما بتطعميش خبز. ايرون ستيل راح افوت عليك بالستيل. في هناك ساحر. اوه ضربناه على المسافة. ايوه قرب لاشوف. الكلب عم بشفي حاله. لو ما بدي انزل تحت. واو ما بدي اياه يشوفني. شو عم بيصير؟ طيب واضح انه هالمكان هذا على درجة عالية من الخطورة. راح نحط النار، السهم الناري، وراح نكفي بالحلقة اللي بعدها. خليكم معنا.